احنا بقول ان احنا لابد في سياسه التكافل، سياسه التكافل لابد ان نشيل بعضنا كلنا. استاذ احمد ابو هشيمة والجمعيه برضه لهم دور كبير جدا في هذه السياسه، ان هم بداوا بالفعل بيقولوا الكره الصعيد بالذات هداوا الصعيد لحد ما انتهوا منها، عملوا مبادره في المنزل على مستوى الصعيد. النهارده عندهم في القريه هنا 50 تموا، وايضا في بني سويف وسوات كان على غرار ما حصل هنا. رئيس الجمهوريه اصدر توجيهاته ان يتم تجهيز هذه المنازل زي ما احنا شفناها برضك كده، وده يعني خطوه انا بعتبرها اكبر خطوه انسانيه، لان انا بسلمه بيت جديد شفته قال لك لا ما دام بسلمه بيت جديد تفرشه.